بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا بتشرف انه دي تكون المحاضره الافتتاحيه للمؤتمر السابع لمركز تدريب اطباء الاسنان بالمنصوره. والحقيقه يعني السنه دي انا بعتبره مميز برغم الظروف، لانه دي اول مره نستخدم التكنولوجي بتاعت الاونلاين، يعني الاي ليرنينج، التعليم عن بعد. دي حاجه مستحدثه وان شاء الله هنستفيد منها ان شاء الله كلنا. أنا طبعا بالنيابة عن الجمعية المصرية للاستعاضة الصناعية، وهي أحد المشاركين الرعاة في المؤتمر باشتراك مع مركز تدريب أطباء الأسنان في المنصورة، والأخت العزيزة دكتورة أماني مديرة المركز، ودكتور أحمد قاسم، دكتور إسماعيل، طبعا يعني الحقيقة من أفاضل الناس. إحنا هنبتدي بمحاضرة عن علاقة الإمبلانتس بالبروثيزيس بعنوان مختصر اسمه Prothetically Driven Implants. Let's do it. يعني نبذة صغيرة عني، أنا أستاذ دكتور أحمد عبد الواحد يوسف شعبان، أستاذ تركيبات وزراعة الأسنان بجامعة المستقبل، وسكرتير عام الجمعية المصرية للاستعاضة الصناعية والعلاج التحفظي، وطبعا يعني أستاذ زائر في بعض الجامعات الأوروبية والمصرية. طبعا دي صورة الجمعية المصرية للاستعاضة ودول أعضائها، ومعروفين لناس كتير طبعا منكم، ومنهم ناس من المنصورة، دكتور صلاح حجازي طبعا رئيس قسم الاستعاضة بجامعة المنصورة، كل الزملاء الأعزاء. تشرفت بتسمية أطباء أسنان مصر، وليها تقريبا في كل أنحاء الجمهورية لحل أي مشاكل تتعلق بأطباء الأسنان. نبتدي المحاضرة بتصنيف بسيط كان عمله دكتور كارل مش، وده كان أستاذ لزراعة الأسنان أمريكي. كان عمل تصنيف لعلاقة الغرسات بتركيبات الأسنان، وهو الوحيد من نوعه، يعني هو أول واحد تقريبا متفرد إن هو عمل التصنيف ده. عمل كلاسيفيكيشن للزرعات وأنواع التركيبات اللي بتتركب عليها، بمعنى إنه مثلا صنف التركيبات، وبالذات التركيبات الثابته والمتحركه اللي احنا بنقصدهم بالذات، يعني مش تركيبات الوجه والفكين، الثابته والمتحركه، وصنفهم. فسماهم اول حاجه فيكسد بروثيزس تايب 1 او اف بي 1، اللي هي فيكسد بروثيزس لما يكون عندي السوبر ستراكشر ريبليس اونلي الكلينيكال كراون، يعني لو انا عندي سنه مفقوده وعوضتها بامبلانت، والكراون اللي انا حطيته على الاباتمنت بتاعت الزرعه عوض بس الكلينيكال كراون، اذا هنا انا بتكلم في فيكسد بروثيزس تايب 1 او اف بي 1. طبعا الكلاسيفيكيشن ده متعارف عليه في كل انحاء العالم، زيه بالظبط زي اي كلاسيفيكيشن عندنا في طب الاسنان، مثلا الكلاسيفيكيشن بتاع العلاج التحفظي او الحشوات، زي ما نقول كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3، ده متعارف عليه اف بي 1 زي ما قلناه. التصنيف رقم 2 في الكلاسيفيكيشن الاف بي 2 اللي هي الفيكسد بروثيزس تايب 2، دي لما يكون عندي حطيت زرعات وعملت استعاضه للكراون وجزء من الروت. هل احنا نقدر نعمل استعاضه للكراون وجزء من الروت؟ اه طبعا نقدر، وهنتكلم بعد شويه انه ينفع يعني. اذا في الحاله دي بنسميها اف بي 2 فيكسد بروثيزس تايب 2. اما بقى لو اضطرينا نستعيض بجزء بالكراون بتاع الزرعه اللي عملناها وجزء من الروت وجزء من الجينجفا كمان، وده طبعا بيحصل في حالات كتير من الحالات اللي بنقول عليها الحالات الانتيرز مثلا، لما بيجي لك العاده وتضطر تحط بينك بورسلين او ما شابه ذلك، وبالتالي احنا هنا بنتكلم على فيكسد بروثيزس تايب 3 اللي هي بعوض الكراون وجزء من الروت وجزء من الجينجفا. في حاجه كانت ظهرت في الثمانينات في الولايات المتحده برضو، كان اسمها هايبريد بروثيزس او الفيكسد ديتاتشبل بروثيزس، ودي بنقدر نعتبرها نوع من انواع الاف بي 3. ليه؟ لانها بتعوض جزء من الكراون والروت وجزء من الجينجفا زي ما انت شايفين، وبالتالي نقدر نضمها الاندر كلاسيفيكيشن اوف فيكسد بروثيزس تايب 3، ان هي بتعوض ثلاث اجزاء، ودي اسمها هايبريد بروثيزس، وكان اول اختراع ليها في امريكا اظن، في يمكن في كاليفورنيا سنه 83. الكلاسيفيكيشن فيما بعد ذلك ار بي 4، وده هنا ملوش علاقه بعدد الزرعات ولكنه رقمها في التصنيف، او ريموفابل بروثيزس تايب 4. في الحاله دي انا بعمل زرعات بس ما بقدرش اعمل عليها فيكسد بروثيزس،
يعني بستعيد الفول ارش بأسنان كاملة، ولكن بسند عرعات أقل من عدد الأسنان. زي مثلا احنا عندنا في بقنا في كل فك في 14 سنة أو 16 سنة على حسب إذا كان موجود ضرس العقل أو لا. فاحنا بنستعيد مثلا بخمس أسنان أو أكتر، خمس أسنان أو ست، سوري، خمس زرعات أو ست زرعات. وبالتالي هنا احيانا بينفع نعمل فيكسد بروتيزس واحيانا ما بينفعش. لما ما بينفعش بنخش في الكاتيجوري بتاع ريموفابل بروتيزس، وهنا هيبقى اسمه ريموفابل بروتيزس تايب 4 او ار بي 4. هنا تبقى بروتيزس سبورتد باي امبلانتس واتاتشمنتس، وهنا عدد الزرعات بيبقى في حدود اربع زرعات او اكتر. ار بي 5 ده تصنيف رقم 5 في الكلاسيفيكيشن، او ريموفابل بروتيزس تايب 5، ده برضو ملوش علاقه بعدد الزرعات، ده رقمها في التصنيف. وهنا انا بقدر احط اكتر من زرعتين لظروف بقى انه الاناتومي فوق العين، العظم مش موجود الا في المناطق دي، او لظروف انه يعني ايكونوميكال يعني ثانيه انه العام ما يقدرش يعمل يوفر اكتر من زرعتين وانا عايز اعمله حاجه افيشنت، وبالتالي اقدر اعرض عليه حل ناجح وهو الار بي 5 ريموفبل بروثيزس ريتيند باي اتاتشمنت. طيب كده احنا هنجمل اللي احنا قلناه. الاوبشنز اللي عندنا فيكسد او ريموفبل، فيكسد يا اما فيكسد بروثيزس تايب 1 او 2 او 3، هايبريد بروثيزس اللي بتندرج تحت فيكسد بروثيزس تايب 3، او الاوبشن الثاني هو ريموفبل اللي هو الار بي 4 او 5 لما يكون عندنا عدد الزرعات عدد قليل ومش هنعمل فيكس. هل ممكن، بما اننا بدانا نتكلم عن ريموفبل بروتيزس في اخر اوبشن، هل نقدر نعمل تركيبات على امبلانتس وريميننج تيث ستراكشر؟ يعني هل ده ممكن يعني البروتيزس تبقى سبورتد بامبلانت وناتشرال تيث في نفس الوقت؟ اه ممكن. دي حاله من الحالات كانت جات لنا في العيادات الخارجيه لسيده عندها حوالي 52 سنه، وكان عندها زي ما انتم شايفين بيرونتايتس يعني في الابر وفي اللور تيث، وفي في حاجات فيها جريد 1 موبيليتي وفي حاجات فيها جريد 2. وطبعا طلبنا نعملها اشعه بسيطه كده بانوراما علشان نعرف المشكله فين. والحقيقه زي ما انتم شايفين كده يعني بدانا نتكلم مع الجماعه في الجراحه في السيرجري انه يعني يسيبوا لنا على الاقل 2 تيث تحت حتى على الاقل عشان نقدر نعمل اوفر دينشر. وفوق قدرنا نعمل سيفنج للسنان صحيح، بس تحت للاسف ما قدرناش نسيف الا التو رايت سايد تيث اللي احنا شايفينهم. يعني بدانا نشوف حلول بديله، لانه احنا دلوقتي عندنا وان سايد تيث زي ما انتم شايفين، الناحيه الثانيه ما فيش، فحتى لو عايز اعمل اوفر دينشر مش هقدر اعمل. فقلنا في اوبشن حاجه اسمها بايفت او تي، بيبقى بوست ظريف كده وهوريه لكم في الصوره اللي بعدها، طالع منه بول اتاتشمنت وبيجي معاه الهاوسنج بتاعه، وكل اللي ما عليك انك بتعمل اندو عادي جدا زي ما احنا شايفين كده في السنان. ده اللي عملناه فعلا، وركبنا البول اتاتشمنت زي ما انتم شايفين والهاوسنج بيبقى موجود. الناحيه الثانيه عملنا ايه؟ في طالبه امتياز ظريفه كده عندنا عملت امبلانت، خليناها عملت الناحيه الثانيه امبلانت. هتقول ايه ده، هو ينفع ان احنا نعمل امبلانت في ناحيه وتوث في ناحيه اندر ابروثيزس؟ اه ينفع، واحنا بنتكلم على ريموفبل بروثيزس قطعا ينفع في ريموفبل بروثيزس، قطعا ينفع نعمل ريموفبل بروثيزس تحت منها امبلانتس من ناحيه وناتشورال تيث من ناحيه. وبالتالي الحاله اتحلت زي ما انتم شايفين بزرعه واحده في ناحيه واندو بسيط في الناحيه الثانيه، وخلصنا تحت اوفر دينشر لطيف، وفوق عملنا بورشل والحاله خلصت على كده. طيب في شويه بقى تحديات في موضوع الامبلانت، لانه مهم جدا ان احنا نكون عارفين انه الموضوع مش بالبساطه انه المريض يقول لك انا محتاج زرعات يا دكتور، تقول له تعالى لي بكره هنعمله. طبعا ده مش منطقي، لازم تحضر الحاله كويس، لانه زي ما انتم شايفين الامبلانت بيبقى حواليه حدود وكلها حدود خطره، باكو لينجوال ميزيو ديستال ايبيكو كورونال، وهنشوف كل حاجه من دول ايه مشكلتها. ادواتنا انا بفترض دايما ان انا ابتدي بالادوات البسيطه، يعني قبل ما اخش على طول كده على الديزاين وعلى الكوم بي ام سي تي وعلى الاناليسز والحاجات دي كلها، لازم الاول ابقى ملم بالحاجات اللي هي واحد اتنين اي بي سي الاول، قبل ما اطلع مره واحده كده على الحاجات التانية اللي هي ايه.
اول حاجه يكون عندي اهم حاجه ماونتد دايجنوستيك كاست، لازم اخد العين مقاسين كويسين قوي، مقاس ابر ومقاس لور، واعمل له ماونتنج كويس قوي علشان خاطر يبقى قدامي صوره واضحه. تاني حاجه طبعا الراديوجرافيك اناليسيس، وده ما نقدرش نستغنى عنه. يهمني في ايه بقى الماونتد كاست؟ حاجات كتير جدا، عايز اقول لكم انه ده تقريبا 70% من الشغل. عندنا حاجه اسمها ميزيو ديستال سبيس، المسافه العرضيه اللي ما بين السنه دي والسنه دي في المكان المفقود الميس توث، ودي نقدر نقيسها على الكاست. عندنا حاجه اسمها الكراون هايت سبيس، ودي مسافه متاحه لينا من اول البون لحد الليفل اوف ذا اوكلوجن بلين، ودي حاجه مهمه جدا. والانتر اوكلوزال سبيس طبعا، ودي حاجه ما نقدرش نستغنى عنها. البعد الوحيد تقريبا اللي بمفقود في الكاست هو الباكولينجوال سبيس، وزمان كنا بنعمله بطريقه ما، بس دلوقتي طبعا بطلت، يعني حاجه اسمها ريج مابنج. طيب مهم عندي بقى موضوع الكاست بقى، مهم لدرجه انك ممكن تحدد منه حتى الشركه اللي هتجيب منها الزرعه ونوع الزرعه كمان. هتقول لي ازاي؟ هقول لك امشي معانا خطوه خطوه وهنعرف. الكاست لما بصبه زي ما اتفقنا وباخد بايت بسيطه للمريض وبعمل له ماونتنج، ابتدي اعمل حاجه اسمها دياجنوستيك واكسب، ودي حاجه سهله وكنا بنعملها احنا طلع، ان انا ارص السنان في الوضع المظبوط او الوضع اللي المفروض يكون مظبوط، علشان اشوف هل ده هيبقى وضع واقعي بالنسبه للعظم الموجود ولا لا. زي مثلا المنطقه الكريتيكال اللي احنا عارفينها، المنطقه بتاعه الكيرفيتشر، اللي هي لو العين مثلا مفقود عنده ميست سنترال لحد الابر فايف مثلا، ودي منطقه كريتيكال جدا لان فيها كيرفيتشر. زي ما احنا شايفين لقينا نفسنا بنحط زرعات بره الموضوع، ايفن حتى لو مستخدمين وسائل متطوره، وده حصل مع ناس كتير. وده يرجعنا لازم زي ما قلت لكم ان احنا نبتدي بالوسائل اي بي سي الاول قبل ما نطلع على دي واي وزد. طيب حاله زي كده زي ما احنا شايفين في طريقتين، هنعمل دياجنوستيك واكساب هيدينا صوره مبدئيه للمكان اللي هنحط فيه. طيب كنا زمان احنا طلبه يقول لك ايه، لما تيجي ترص اسنان حط خط على الـ على الـ على الكريستوف دريج وامشي رص السنان عليه. طيب كلام جميل، ده مش ابليكابل في الحالات اللي فيها ميزد تيث من فتره طويله. ليه؟ في الابر مثلا الباترن اوف ريزوربشن بيبقى باكولينجوال، اكن المجزله بتصغر، وبالتالي لو جيت احطه في المكان القديم اللي كانت السنان فيه ممكن الاقي نفسي اوت اوف ذا ريدج، المكان الاصلي بقى اوت اوف ذا ريدج. يبقى لازم الكاست يبقى قدامي واعمل دايجنوستيك واكس اب واحط السنان وارصها بايديا، لانه ده هيكون موقع الزراعات اللي هحطها بعد كده. هتقول لي ما دلوقتي بيعملوا كومبيم سي تي وحاجات كده، هقول لك لا، الكومبيم سي تي للاسف الشديد مش دايما بيبقى مظبوط، ومش دايما بيؤدي النتيجه اللي احنا شايفينها، وحالات كتير شفنا ناس بيحطوا زراعات اوت اوف. فيعني نعتمد الطريقه البسيطه. في طريقه ابسط شويتين، اذا كنت يعني مش عايز تمد ايدك في واكس زي زمان، ممكن تصور بالموبايل وتحط لاينز بنفسك وتشوف هل ده الكلام ده مظبوط. اه لا انا بره، لا اخش لجوه شويه. طب هل لو دخلت لجوه شويه احسن بالنسبه للاوكلوجن؟ البلين اوف اوكلوجن هيكون مظبوط في القفله دي، بقى هقدر اعرفها لما احط السنان على الارتكيليتور مع الكاستين مع بعض ويقفل. لو قفله مظبوط في الوضع اللي انا حطيت فيه السنان في الواكسنج اب، يبقى كده الزراعات هتتحط بشكل مظبوط. لو قفله مش مظبوط يبقى لازم اغير الوضع ايا كانت الطريقه، اذا كنت هحط بقى بون اوجمنتيشن في المنطقه الحمراء دي، او اغير وضع الزراعات بشكل او باخر، او استخدم انجليتد اباتمنت، وات ايفر الحل اللي انا هستخدمه. وبالتالي اذا الدياجنوستيك واكساب ضروري مش اوبشن. طبعا دلوقتي بقى في وسائل بتساعد برضه معانا شويه مع موضوع الدياجنوستيك واكساب، بعد ما بخلصه ان انا خلاص عرفت الوضع، اقدر بعد كده اعمل حاجه اسمها كمبيوتر جايدد سيرجيكال ستنت. ودي طبعا اللي هكلمنا عنها باستفاضه قوي استاذنا الدكتور احمد بركات ان شاء الله في محاضره يوم الخميس اللي زي النهارده، بس انا النهارده بس هتكلم على الجزء بتاعنا جزء صغير كده. هما طبعا زمان كان السيرجيكال ستنتس كانوا عباره عن النايت جارد لو انتم بتعملوه في العياده عندكم، الهارت كان زمان بيبقى حاجه كده ملهاش ملامح، ويا دوبك بيعمل بيرفوريشن قدام المكان، مش موجه ولا بكل ولا لينجوال ولا دبث ولا اي حاجه خالص، كان بيعتمد طبعا على خبره الدكتور. لكن دلوقتي الامور اختلفت شويه، بقى بيعملوا اوبننج زي ما انتم شايفين. هو في منه ثلاث انواع، توث سبورتد لو العيان عنده معظم الاسنان موجوده والمكان بس واحد هو اللي هشتغل فيه، وبالتالي الاستنت ده بينزل يسند على السنان، فمش محتاج وسائل تثبيت كتير.
وفي نوع ميوكوزا سبورتد لو العيان ده ايدينشلس ما عندوش سنان، وبالتالي ما عنديش حاجه اسند عليها، بيجي معاه مسمارين تثبيت كده بثبتهم في العظم بتاع المريض. في نوع ثالث بون سبورتد، وده لما اكون عايز البون سبورتد ده لما اكون عايز اسند على العظم مباشره، يعني افتح الفلاب وبعدين احط الستنت. طيب زي ما قلت لكم هم زمان كان شكلهم زي ما انتم شايفين كده، ما لهمش اي ملامح، مجرد سيرجيكال ستنت بلاستيك وفي فتحه. دلوقتي الوضع اختلف شويه، زي ما انتم شايفين كده في الصور هتلاقوا زي ميتال تيوب جوه بتاع الامبلانت، هو ده بحيث ولا يطلع بكل ولا لينجوال ولا اي اتجاه تاني غير الاتجاه المرسوم له. وفي كمان ليدج في اخره بتقفل مع ليدج في الدريل بحيث في النهايه يوصل للطول المظبوط، يعني كمان مش هقدر اعدي الطول اللي انا رسمه. لو انا عامل على 11 ملي طول يبقى مش هنزل عن 11 ملي طول ايفن لو ضغطت حد. فطبعا دي سهلت شويه الشغل بالاضافه اللي انا قلته لكم ده. ده شكلها دلوقتي للي ما شافهاش قبل كده. دي بتبقى مفيده طبعا للبيجينرز شويه، انه يعني اللي لسه ايده مش تمام قوي. اعملوا ميوت يا جماعه علشان اللي عنده صوت اخر ما يغلوش على زمان. يا صباح اعملي ميوت. طيب طبعا لو ما عملناش اللي احنا قلناه ده هنشوف الشكل اللي احنا شايفينه ده. ده حد عمل الزرعات وبعدين فكر يعمل بروتيزس ازاي، وده طبعا وقع في مشكله انه ما ظبطش الاوكلوجن، اضطر يرجع بالزلع ورا شويه، طلع الشكل اللي انتم شايفينه ده. دي نوت بروثيتيكال دريفن امبلانت ابدا. البروثيتيكال دريفن امبلانت ان انا اعمل الامبلانت ومتخيل بناء على البروتيزس اللي هتتعمل، مش العكس. طيب هنمشي بشويه حقائق كده برضو واحنا ماشيين عن موضوع الامبلانتس. قلت لكم من الكاست اقدر اعرف حاجه اسمها الكراون هايت سبيس. هتقولي طب وده اهميته ايه وهو عباره عن ايه اصلا؟ كراون هايت سبيس اللي هو المسافه من اول بدايه العظم لحد بدايه الاوكلوزال بلين، ودي مسافه الكراون اللي هحطه. طيب هتفرق معايا في ايه برضو؟ وهل لو استعى الكاست ده هيدلني على حاجه؟ اه هيدلني. لو انا استعى على الكاست ولقيتها سي في البوستيريور تيث، وده اللي هنبتدي بيه الاول، انا عشان اعمل سيمنتد كراون انا محتاج 5 مللي طول للكلينيكال كراون بتاعي او الكراون هايت سبيس اللي عندي. طب ليه 5 مللي عشان اعمل سيمنتد؟ انتوا عارفين دايما ان احنا ما بنعتمدش على السيمنت في لزق التركيبات، دايما بنعتمد على الفريكشنال ريتنشن. انتوا عارفين ده كويس، زمان لما كنا طلبه وبنعمل اوفر ريدكشن كان دايما اللي عند كراون يقع منه ويجي لك بيه يقول لك الزقه لي تاني يا دكتور. ده سبب انك مش محافظ على الطول الكافي ان يحقق لي الفريكشنال ريتنشن. وبالتالي انا لو قدرنا نحققه هنا هنحققه ب 5 مللي على الاقل. طيب ماذا لو ما عنديش ال 5 مللي؟ يبقى اذا العيان ده مش هعمل له سيمنتد كراون. يبقى اذا من الاول هبقى عارف انه مش ده الاوبشن اللي هشتغل بيه. هتقول لي في اوبشنز ثانيه، اقول لك في حاجه اسمها سكرو ريتيند كراون بيتربط، مش هحط سيمنت. اذا لو انا معايا الكاست وقست الكراون هايت سبيس ولقيته 5 مللي لحد 8 مللي ذاتس اوكي، انا بتكلم على البوستيريور تيث باكد ثاني، هعمل سيمنت كراون. طب ماذا لو قسته من الاول ولقيته اقل؟ اعمل ايه؟ يبقى اذا هغير الاوبشن وابقى عارف من الاول انه ده هيتعمل له سكرو ريتين كراون. تمام؟ طيب فور انتيريور تيث يا ترى بحتاج ال 5 مللي دول ولا اكتر شويه؟ طبعا انتوا عارفين في الانتيريور تيث كنا بنقول لكم دايما في حاجه اسمها اوفر جيت اوفر لاب وبتاع وحاجات كده عشان الاثاتكس والفوناتكس وكلام من ده. اذا انا محتاج طول للسنان عشان يحصل لها اوفر لاب زي ما انتم عارفين. وبالتالي انا محتاج قدام من 10 ل 12 مللي على الاقل طول. طيب ماذا اللي لو متوفر اكتر؟ ده اكتر دي مش حاجه حلوه. اذا اوبشن ثاني يديني طول زياده مش هيبقى فيكسد بالشكل ده، ممكن يبقى سكرو ريتين برضه. وبالتالي الكاست هقدر اقيس منه المسافات دي وابقى عارف مسبقا انا هشتغل على اوبشنز شكلها ايه. هنبتدي امثله بقى اللي انا قلته ده. دي حاله من الحالات، شابه 25 سنه جات لنا مكسور لها السنترلز تحت مستوى الجنجفا في ناحيتين.
وعملنا الاكس راي زي ما انتم شايفين. الجماعه في الجراحه استلموها وعملوا لها الامبلانت بناء على الاكس راي بس، ما استدعوناش ولا كلمونا. طيب عملوا لها الامبلانت، بعتوها لنا بعد كام شهر على ما حصل هيلينج من اربع لست شهور بيحصل زي ما انتم عارفين. حطينا الابارتمنتس اللي هنا الشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب يا ترى احنا حطينا ابارتمنتس قصيره؟ لا، ده الطول المظبوط للابارتمنتس، ولكن المسافه اللي موجوده في بق المريضه للاسف الشديد كانت تقترب من 16 مللي. احنا حاطين هنا الطول 7 مللي مظبوط جدا، يعني الكلينيكال العادي بتاع اي امبلانت بيجي لك 7 مللي تقريبا. وبالتالي المسافه دي بقى كانت مشكله. اضطرينا نعمل حاجه اسمها كاستم ميد ابارتمنت، عملنا لها ابارتمنت اطول من المعتاد عشان نقدر نقرب المسافات. عملنا لها كراون زي ما انتم شايفين. طبعا هذا اصلاح خطا مش حاجه صح من الاول، وبالتالي عشان نتجنبه يبقى كانت من الاول ممكن نقيس المسافه دي ونعرف هي محتاجه ايه. هتقول طب واحنا كان ممكن نعمل، اقول لك كان ممكن نعمل هايبريد بروثيسس، فيكسد ديتاتشبل بروثيسس اف بي 3 اقصد، يعني اللي احنا قلناها في الاول اللي ما حضرناش، اف بي 3 اللي هو اللي انا بعوض جزء من الكراون والروت والجنجف، فممكن احط لها حاجه ليها بيز. فحاله زي كده ما كانش ينفع لها ان انا اشتغلها من الاول بالشكل ده. طيب كنت بقول لكم في الاول، هل انا اقدر اعمل الكراون اطول من المعتاد؟ وكنت بقول لكم في الاول على الكلاسيفيكيشن بتاع كارل مش، ان احنا كنا بنتكلم نقدر نعمل نعوض الكراون وجزء من الروت، ان الكراون يعوض جزء من الكراون والروت، وان الكراون يعوض جزء من الكراون والروت والجنجف. طب معنى ذلك ان الكراون هيبقى طويل شويه. طيب هل احنا بنلتزم في الامبلانت بقواعد الكراون روت ريشيو بتاع السنان؟ لا، احنا الامبلانت بيعتمد على السيرفيس اريا، الستريس التحمل الستريسز في الامبلانت بيعتمد على السيرفيس اريا، وبالتالي كل ما استخدمت امبلانت الدايمتر بتاعه كبير، وهنتكلم بعد شويه علاقه الدايمتر بالسيرفيس اريا، كل ما الهيلنج والاوست انتجريشن هيكون اكتر، وبالتالي يقدر يتحمل احمال اكتر. فاحنا في الامبلانت الكراون روت ريشيو مختلفه شويه، يعني مش شرط تبقى واحد لواحد او الروت اتنين وكراون واحد زي الكراون، لا على العكس، ممكن تبقى واحد لواحد او واحد لواحد ونص، ان الكراون يكون اطول من الروت سنه كمان، ولكن في حاله لو هنستخدم دايمتر كبير في الامبلانت، ودي معلومه مهمه للناس كتير ما تعرفهاش. وبناء عليه حتى عملوا النظريه بتاعت اللارج دايمتر امبلانت اللي هي الاكسترا شورت في حالات الساينس، لما يكون عندي الساينس المكان في الساينس قليل وعايز احط امبلانت في الحته دي ومش قادر عشان العظم مش كافي، فعملوا شورت امبلانتس بعرض كبير قوي، ممكن العرض يوصل ل 6 مللي مثلا والطول يبقى 6 مللي برضه، فيبقى امبلانت يعني حاجه كده مستديره الشكل، ولكنه اقدر اعمل عليه كراون في الحاله دي. الكراون انتوا عارفين على الاقل بيبقى 6 7 مللي، فممكن يبقى كراون قد او اطول، فهم اعتمدوا على النظريه دي في عمايل الاكسترا شورت امبلانت اللي قلت لكم عليه. دي حاله ثانيه كانت جات لنا، بس جات لنا احنا الاول. كانت جات لنا احنا الاول في الـ في الـ في قسم البروثيزس، فقسنا لها المسافه وقلنا لها لا ده مش هينفع، وهي كانت مصممه تعمل فيكسد، فوديناها عملت بون اوجمنتيشن استعدادا انها تعمل بعد كده الامبلانتس والكراونز. طيب حاجه من الحاجات برضو اللي بستدل بيها في وانا معايا الكاست وانا بعمل بلاننج للحاله، احنا اتفقنا هي بروثيتيكال دريفن، فانا هشوف هعمل ايه البروثيزس شكلها ايه وبناء عليها هعمل امبلانت. طيب يا ترى الارش فورم بيفرق عندي في 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 البلاننج بتاع الحاله؟ يفرق. كارل مش حط قاعده بخصوص الاي بي سبريد او الانتروبوستيريور سبريد. احنا عارفين دايما انه بيبقى بنستخدم عندنا كانتيليفر في احيان كتير، وبنشتغله للاسف الشديد هابهازرد، يعني بالبركه شويه، ما يبقاش عندنا قواعد واضحه لعمل الكانتيليفر. فكارل مش حط لها قاعده اسمها اي بي سبريد او انتروبوستيريور سبريد، وخصوصا في شغل الامبلانت، اللي هو ايه؟ لو انا عندي ارش بالشكل ده او بالشكل ده، واحط تو امبلانتس او اكتر، وعايز ارجع لورا بكانتيليفر، بختار اخر تو امبلانتس عندي، اخر تو امبلانتس عندي، واوصل ما بينهم بخط، واخد الموست انتيرور بوينت في الميد لاين،
واخد منها خط عمودي على الخط الاولاني اللي انا عملته ده، هيتقاطعوا. طيب المسافه دي هقيسها هتطلع اكس، المسافه دي هقيسها هتطلع رقم. اقدر ارجع ورا اخر امبلانت مره ونص قد الخط الاحمر ده تاني، باخد اخر تو امبلانتس عملتهم وارسم ما بينهم خط اللي هو الاصفر، واخد ذا موست انتيريور بوينت في الميد لاين واخد منها خط اللي هو الاحمر، هيتقاطعوا. الخط الاحمر ده هيتقاس هيطلع رقم زي ما يطلع. اقدر ارجع كانتليفر ورا اخر زرعه مره ونص قد الخط الاحمر ده. طيب الكلام ده بقى علاقته ايه بالارشفور؟ لا له علاقه كبيره قوي. لو انا عندي حالتين زي اللي انتم شايفينهم دول، الارشفور بالشكل ده هنا في شيب وهنا زي ما انتم شايفين كده سكوير شويه. يا ترى لو انا قررت في الحالتين ان انا هعمل في الكناين اريا امبلانتس، مين فيهم هيديني ايه بسبريد اكتر؟ لو انا بصيت هلاقي انه الفي شيب ارش هيديني اقدر ارجع لورا اكتر بناء على المسافه دي. اذا هنا لو انا هعمل في حاله السكوير اللي على الناحيه الثانيه دي، هضطر اغير مكان الزراعات بما يتوافق مع العظم وارجع بيهم شويه علشان اوفر لنفسي مسافه اقدر ارجع بيها ايه بسبريد ورا. وده اعرفه منين؟ اقدر اعرفه من الكاستات اللي عندي. يبقى عندي الكاست وهرسم الرسمه واشوف الارش فورم شكله ايه. وبالتالي زي ما قلت لكم في الاول الدياجنوستيك كاست فيري امبورتنت، يعني مش اوبشن، دي ضروره. ده بخصوص الايب سبريد او الانتروبوستيريور سبريد، وده هتلاقوه موجود في كتاب كارل مش. اللي حابب ممكن هبقى ابعت له الكتاب هديه، النسخه اللي موجوده عندي فيما بعد ان شاء الله، ما فيش اي مشكله. طيب شويه ابعاد مهمه وقلت لكم عليها برضو هنعرفها من الكاست. احنا كنا قلنا في حاجه اسمها الميزيوديستال دايمتر. الميزيوديستال دايمتر اللي هو احنا قلنا المسافه العرضيه، ودي مهمه كنا نشوفها على الكاست. هنستفيد بيها في ايه؟ قال لك احنا لما نيجي نحط الامبلانت لازم في مسافات نحترمها ما بينه وبين السنان وما بينه وبين الادجيسنت امبلانت. مثلا ما بينه وبين السنان لازم نتكلم في مللي ونص على الاقل، وما بين الامبلانت والامبلانت نتكلم في 3 مللي على الاقل. وبالتالي اذا انا لو عندي مسافه وانا قايسها، هقدر اعرف تقريبا احط كام زرعه وحجمهم قد ايه. ازاي؟ ناخد مثال. لو المسافه ما بين في الميسنج تيث او الميسنج سبيس ده ساي مثلا طلعت 14، احنا قلنا دلوقتي انه اهم حاجه مبدئيا المسافه ما بين الامبلانت والسنان مليون ونص. فلو افترضنا ان احنا نحط زرعه واحده في المسافه الكبيره دي في ال 14، وده طبعا مستحيل بس هنفترض، هنشيل مليون ونص ومليون ونص ادي 3 مللي، يفضل لنا 11 مللي، مفيش امبلانت دايمتر بتاعه 11. طيب فرضنا هنحط زرعتين مثلا، هنشيل المسافه اللي ما بينهم اللي احنا قلنا عليها اللي هي 3 مللي من ال 11، يفضل 8 مللي. اذا انا هحط زرعتين كل زرعه مقدارها دايمتر بتاع 4 مللي. طبعا ده على افتراض انه الباكو لينجوال ويث اللي هنتكلم عليه بعد شويه يسمح، بس هنتكلم انه من الكاست مبدئيا حتى اقدر اعرف احط زرعات دايمتر قد ايه. مش كده وبس، ده ممكن اعرف الشركه اللي هجيب منها، لانه يعني مش كل الشركات بتنتج نفس الدايمتر. الشركات بعضها بينتج 4 وبعضها بينتج 4 ونص وبعضهم بينتج 375 دايمتر كده يعني. فاذا زي ارجع واكد تاني على اهميه الدياجنوستيك كاست. اتكلمنا في الاول خالص على كونكشن ما بين الامبلانت والناتشرال تيث في حالات الريموفبل بروثيسيس، وديت لكم مثال في حاله في اول المحاضره. طب يا ترى هل ممكن الامبلانت تبقى كونكتد للناتشرال تيث في فيكسد بروثيسيس في بريدج يعني؟ الامور دي كان عليها جدال كبير جدا من الثمانينات لحد يمكن اواخر التسعينات، وبدا يتم الامر حسمه لحد يمكن اواخر يعني 16 17 بداوا يحطوا قواعد للموضوع ده. اذا هو ينفع؟ ينفع. ليه؟ كانوا زمان يقول لك الامبلانت هو يعني متثبت في الـ في الـ في الـ في البون بشكل انه زي المسمار في الخشب ما بيتحركش، انكلوزد كانوا بيسموه كده. طبعا دلوقتي الكونسبت غير، لانه قال لك البون نفسه فيه الاستيستي، فانا لو ضغطت على الزرعه اثناء الاكل وبالتالي البون بيطلع وينزل كالاستيستي. طيب والسنان؟ السنان بتتحرك بالليجمنت، وبالتالي زي ما انا هشوف هنا ما بتكلم بقى، ما بقولش ان في حاجه بتتحرك وحاجه ما بتتحركش خالص. اذا نتكلم هنا على ديفرنس في الموت، وده الكونسبت الجديد
ان السنان بتتحرك والامبلانت بيتحرك مع العظم. طيب مقدار الحركه في الامبلانت حوالي من 4 ل 8 مايكرون، السنان حوالي من 8 لحوالي 20 او 25 مايكرون. بنتكلم على ديفرنس. فقال لك اوكي، لو عايز تعمل كونكشن ما بين امبلانت وناتشورال تيث لتعويض اسنان، مبدئيا لازم يبقى شورت سبان، يعني سنه واحده بس اللي تكون مفقوده. تاني شرط انه يكون الامبلانت ده بنستخدم ماكسيمم دايامتر. لو المكان يسمح هنا بدايامتر 3 او 4 هنستخدم 4، لو يسمح ب 4 او 5 هستخدم 5. انا بتكلم على دايامتر. اما بالنسبه للاسنان، سوري، لازم السنه تكون الريميننج توث ستراكشر فيها لا يقل عن 70%. كان زمان اساتذتنا يقولوا لنا انه السنه، عشان هيجي حد يسالني سؤال برضو يقول لي هو السنه المعموله اندو يا دكتور تنفع اوصلها؟ اه ينفع، بس هي الفكره الريميننج توث ستراكشر اللي فيها قد ايه؟ احنا بنتكلم على مينيمم 70%. يعني عايز اديلكم مثال، كان زمان استاذنا الدكتور حسام توفيق في الاندو كان يقول لنا السنه احنا بنظلم الاندو يا جماعه، السنه الفايتال اللي معمول لها ام او دي يعني ميزيو ديستال كافيتي بتبقى اضعف من سنه نون فايتال معمول لها اكسس لاندو من الميدل. وبالتالي هنا موضوع الاندو من عدمه مش هو الفايصل. يبقى اذا بنتكلم على سنه تكون ريميننج تو ستراكشر على الاقل 70%، مفيش تحتها بريبيكال باثوزس، مفيش تحتها بريبيكال باثوزس، والبيرودونتال ليجمنت بتاعها يكون A1 ومفيش اي بوريزوبشن. اذا تحققت الشروط دي كلها اقدر اعمل كونكشن ما بين امبلانت وناتشورال توث في شورت سبان بريدج. هل الموضوع له عيوب؟ له عيوب طبعا. قالوا انه بعد 5 سنين، ودي معظم الدراسات بتتكلم على انتروجن للسنه الطبيعيه في مكانها حوالي 1.5 مليون، وده شيء ممكن مراجعته وتظبيط البريدج على الوضع كده. طيب انا عمال اقول لكم من الاول دايمتر وما جبتش شريط اللينث. ليه دايمتر مهم؟ ببساطه كل مليمتر زياده في الدايمتر بتاع الامبلانت، كل مليمتر زياده في الدايمتر بتاع الامبلانت بيزودني 20 ل 30% من السيرفيس اريا بتاعتي التلت. طب دي تفرق في ايه؟ الاوستيو انتجريشن حوالين الامبلانت ده اللي يهمني. طب الاوستيو انتجريشن بيحصل فين؟ حوالين السيرفيس اريا، وبالتالي اللونجيفيتي بتاع الامبلانت والديورابيلتي والتحمل بتاعه هيزيد. اذا الدايمتر عندي اهم. ليه؟ لان لو انا جيت للطول بقى الاقي ان كل 3 مللي زياده في الطول بيزودوني 10% سيرفيس اريا، و3 مللي طول دول مش افيلبل عندي في كل، في معظم الحالات مش افيلبل، هل هي ساينس او نيرف او وات ايفر. وبالتالي يهمني اكتر الدايمتر، ان انا هلاقي لو انا زودت زي ما قلت لكم مللي وده افيلبل في معظم الاحيان مللي في الدايمتر هيزودني 20 ل 30%. اذا انا اهتم جدا بالدايمتر اكتر من الطول. في اساليب تزود لي الدايمتر ببساطه بدون اللجوء للجراحه. في بما اننا اتكلمنا عن الدايمتر، يعني هتبصوا قدامكم هتلاقوا حاله عاده بيجي لكم حالات لور انتيرير، اللور انتيرير بالذات هتلاقوا نايف ايدج، يقول لك ده عنده نايف ايدج اللي هي غالبا بتبقى من الكنال للكنال او من الفور للفور، اللي عنده خالع وجاي لك وما فيش خالص. فانت طبعا بتجري على بتاع الجراحه تقول له تعالى عامل لي ريدج سبليتنج عشان تكبر لي الدايمتر شويه. طبعا ممكن عدم اللجوء لده في ايه؟ في حالات زي كده زي ما قلنا في المونتال اريا دي بالذات اللي هي المنين من الكنال للكنال او الفور للفور. هعمل ايه؟ لو انا شلت من البيك بتاع العظم من فوق زي ما انتم شايفين كده، حتى بالجنب بتاع الدريل بدون ما اجيب حتى ادوات مخصوصه للجراحه، هيزيد معايا الدايمتر بالمقدار اللي انتم شايفينه ده. هتقول لي والطول؟ اقول لك انا هنا الطول مش خايف من حاجه لان ما عنديش تحت فيتال ستراكشرز خاف عليه في المنطقه دي اللي انا بتكلم عليها. طب هل الكلام ده ابليكابل على حته ثانيه في الانترا اورال كافيتي؟ لا. يعني فعلى سبيل المثال في الابر ده مش ابليكابل، لان الباترن اوف ريزوربشن هنا زي ما اتفقنا في الاول في المجزله بيبقى باكو لينجوال، بياخد المجزله ويرجع لورا، وبالتالي الحته دي بتبقى كونكيف زي ما انتم شايفين كده زي ما انا راسمها تحت. فلو انا جيت خدت من البيك فوق انا بالعكس ضحيت بعظم ما زودتوش. فلو انا عندي عيان جاي لي في البلور انتيريور اريا عايز ازود له دايمتر اقدر ازوده بالطريقه دي. الباكو لينجوال ويث، وده اللي ما قلناش عليه في الاول، احنا قلنا كل حاجه نقدر نجيبها من الكاست فيما عدا الباكو لينجوال ويث لانه ده محتاج اكس راي. طب يا ترى الباكو لينجوال ويث لو انا جبته من الاكس راي بقى هعرف منين مناسب ولا لا؟ لازم يكون متوفر عندي من بعد الزرع 2 مللي بكل و2 مللي لينجوال على الاقل. ان لو اقل من كده هنزعل قوي.
هنبص نشوف حالات يعني زي ما انتم شايفين في الاكس راي دي، لازم يكون عندي 2 مللي هنا و2 مللي هنا على الاقل. شفتوا حالات زي كده؟ دي ما اتعملش فيها اللي احنا قلنا عليه، مفيش ال2 مللي. هنلاحظ ان الثريدز هنا شبه شفافه، فيري ترانسبيرنت من العظم، ودي غلط وهي في الاغلب بيحصل فيلير. حاله ثانيه بقى يا عيني ما استحملش حتى الدريلنج والبون وقع، وبالتالي لازم التزم قوي بالباكو لينجوال ويت اللي هو 2 مللي بكل و2 مللي لينجوال. هنشوف شويه امثله بقى على عدم احترام الابعاد. زي فين؟ قلنا مثلا الميزيو ديستال ويت كنا محتاجين زي قلنا من الامبلانت للسنه مللي ونص، صح؟ يعني عايزين لو حاله زي كده عايزين مللي ونص يمين ومللي ونص يعني 3 مللي، فيكون الويت المتاح عندي كله زي ما انت شفت 6 مللي، واستخدمت زرعه 3 ونص او 3 و7، الويتس ده لن يتحمل. حاله زي كده للاسف جات لنا بس بعد ما كانت خلصت، فاضطرينا نعمل انامل بلاستي في السنان اللي جنبها علشان نقدر نحط الاسنان في المكان المظبوط. وده طبعا يعني اصلاح لخطا. حاله ثانيه نفس الكلام. للاسف الشديد طبعا ده حد، للاسف الشديد ده حد قال للمريض، قال للمريض، شاف المريض قال له انا عايز اعمل زرعه، تعالى لي بكره اعملها لك. كانت النتيجه زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي سنتراليزيشن ولا اي بوزيشننج ولا اي اختيار مظبوط ولا اي حاجه خالص. فعمل للعيان شيفت امبلانت، واضطرينا نعمل للعيان دايستما وهو ما عندوش اساسا دايستما. فيعني لو احنا عملنا الكاست من الاول وقسنا المسافات كان ممكن يا اما نكبر الدايمتر بتاع الزرعه دي او نستخدم زرعتين على حسب الحاجه. الباكولينجوال بوزيشن في الانتيريور تيث وموست اوف ذا ابر تيث لحد يمكن البري مولر احنا بنستخدم انجليت الابر، وبالتالي انا لازم افولو البون زي ما انتم شايفين. ما اعملش زي المعمول ده كده وعشان خاطر ما استخدمش انجليت الابارتمنت اعملها ستريت فاقلل الباكل ويث بون ما يبقاش مظبوط وبالتالي يوديني لمشكله اكبر. يبقى اذا انا افولو البون واستخدم انجليت الابارتمنت احسن ما اعرفه مشكله. في بعد مهم جدا وانا بشتغل حاجه اسمها الايبيكو انسايزال بوزيشن. الايبيكو انسايزال بوزيشن اللي هو المسافه اللي ينزل بيها الكاون على مستوى الجنجي. طبعا بيجي لنا حالات كتير بتبقى خلعه من سنين طويله وبيجي لك انت عارف بيبقى قص النص كده في مكان الخلع، فانت بتضطر يا ترى احط امبلانت هنا ولا هيعمل لي مشكله. طبعا في مقاسات لازم هنلتزم بيها، انا لو ما التزمناش بيها هلاقي نفسي خلقت سوبر بوكيت جنب الزرعه يمين وشمال، وقعت نفسك في مشكله. طيب الابعاد ايه؟ قال لك 2 مللي من السمنت وانامل جانكشن بتاع النيبرنج تيث، ده عندي المقياس اللي امشي عليه. يعني لو زادت المسافه دي عن 2 مللي ما انزلش عن كده، اعمل بقى بون اوجمنتيشن او اغير التريتمنت اوبشن، لان لو ما عملتش كده هبقى عامل زي الشكل اللي انتم شايفينه ده. دي حاله ما حدش قدر اللي انا بقول عليه خالص. العين جاله عايز ازرع، اه اتفضل تعالى ام زرع له، اكتشف بعد ما خلص انه نزل زياده كتير حوالي يمكن 6 مللي تحت الليفل اوف ادجيسنت سيمنت انامل جنكشن، واضطرينا برضو نصلح خطا في خطا وعملنا كاستم ميد ابارتمنت طويله. وطبعا ده هيعمل العين سودو بوكيت هنا وهنا وتاني يشتكي شهور وسنين. طيب يا ترى هل اقدر اعمل مكان سنه واحده اعمل زرعتين في البلان بتاعتي؟ اه ينفع كلهم يبقوا الزرعتين بكراونين او الاثنين مربوطين بكراون واحد، وان كنت انا افضل انه الزرعتين كل واحده بكراون سيبريت عشان لو حصل مشكله لا قدر الله نقدر نتدخل ونصلحها بدون ما ناثر على الزرعه الثانيه. طيب ده عليه مثال، اه عليه مثال زي ده. احنا قلنا ان بنيجي الكاست ونقيس المسافه المفقوده. لو جالي حاله لور 6 جينا نقيس المسافه بتاعته لقيناها حوالي 16 مللي ميزو ديستانس. طب 16 مللي متر دي مستر لويس، قعدنا نبص على 7 لقيناه موجود، ال8 لقيناه موجود، كنا شاكين حتى انه ده 6 بس، فقلنا اه طيب خلاص 16 مللي امرنا الى الله. حسبنا الملي ونص زي ما قلنا في الاول، الملي ونص اللي السنه اللي جنبها نتج لنا 3 مللي من ال 16 دول، فضل 13 مللي. طبعا ما فيش زرعه عرضها 16 مللي، 13 مللي شلنا كمان 3 مللي اللي هم المسافات ما بين الزرعتين، لو احنا هنحط زرعتين فضل لنا 10، عملنا له زرعتين كل زرعه الدايمتر بتاعها 5 مللي زي ما انتم شايفين كده، وعملنا كل واحده بكراون سيبريت بما يتوافق مع الاوكلوزال سكيم مع الاوبوزنج.
اذا ينفع بس بما يتوافق مع الاوكلوزال سكيم بتاع الاوكلوزنج بناء على الدياجنوستيك كاست اللي قلنا عليه في الاول. حاله كمان اهي برضو امبروبر بوزيشننج، عمل دايمتر قليل واستخدم زرعه واحده وكان ممكن يستخدم زرعتين، وعمل زي ما كتير مننا بيفكر بالغلط ان انا ممكن ازود الكراون بتاع الزرعه اللي فوق الزرعه علشان خاطر اقفل الكونتاكت وبكده تبقى المشكله اتحلت. لا ما اتحلتش، انا عملت العيان سودو بوك تحت زي ما انتم شايفين ومش كده وبس، انا عملت امبروبر كانتليفر، وده طبعا هيبقى لود مستمر لان ده مولر بياكل عليه على طول، وبالتالي هنؤدي لفيلير. مخطط ان انا هعمل زرعات لازم احطهم في ستريت لاين زمان في البروسيدر سكشن، كان بيقول لك ارسم خط على الواكس وحط عليه السنان. الحياه المنطق ده اتغير دلوقتي، واخرها كان بيبر لكابوتو و ايتو في 2003 قال اسمها ستراجلت او كيرفي لينير ارانجمنت، بمعنى ان لما اجي احط زرعات ورا بعض في منطقه فاضيه ما احطهمش في خط مستقيم، احطهم في خط متعرج، ما احطهمش في خط مستقيم، احطهم في خط متعرج. طب ليه؟ قال لك ان انا البريمتر او المساحه اللي حوالين التركيبه هستغلها اكتر لو انا الزرعه الاولانيه مثلا سي حطها في النص، اللي بعدها هتطلع بكر سنه بما يتوافق مع العظم، اللي بعدها هحطها لينجوال سنه بما يتوافق مع العظم. فلو شفت البريمتر العمومي بتاع التركيبه المساحه الكليه للتركيبه اللي هي زادت، وبالتالي الريزيستنس اللاترال ستريسز عندي هتزيد، وبالتالي هستفيد من 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 وجود الكيرف لينير ارينجمنت ده. يعني لو انا عندي كذا زرع ورا بعض ممكن تعملهم الافضل تعملهم في كيرف لينير ارينجمنت او في خط متعرج بما يتوافق مع العظم اللي موجود. طيب امتى بختار فيكسد بروثيزيس وامتى ريموفبل بروثيزيس؟ طبعا زي ما اتفقنا في الاول العدد والعظم اللي بيحكمني. طيب كل ما الاقي نفسي شايف عظم بون لوس كتير بشفت اكتر ناحيه الفيكس ديتاتشبل او ريموفبل بروثيسس، وده طبعا لان انا اقدر اعوض العظم ده والتيشو ده بالاكريليك زي ما انتم عارفين. طيب حاله زي كده اللي انتم هتشوفوها قدامكم على الشاشه دي، كان عيان عنده سيفير بيرودونتايتس وكلها هوبلستيت زي ما انتم شايفين، وخلع وطلب يتعمل له فيكسد بروثيسيس وضغط على الطبيب، والطبيب للاسف استجاب وعمل له زي ما انتم شايفين الشكل اللي تحت ده، عمل له كل سنه لوحدها، وطبعا ما بيقدرش يعوض بالفيكسد بروثيسيس التيشو، اخره انه يعوض الكراون زي ما انتم شايفين. فظهر العين طبعا كمان شورت ليب، فبقى يضحك بقى يشوف السبيسز الدارج اللي انتم شايفينها دي. وبالتالي انا من الاول لو عملت ديزاين كويس ومقاس كويس للحاله وشفت الابعاد بتاعتي قد ايه وعملت الاكس ريز اللي انتم شايفينها دي، هوصل في النهايه ان العيان ده هيتعمل له فيكس ديتاتشبل بروثيزيس افضل، اللي هي الاف بي 3 اللي احنا قلنا عليها في الاول، اللي هي اللي ليها بيز وتبقى فيكس ديتاتشبل وليها جزء فلانج صغير كده يقدر يعوض لي السبيسز دي. فاذا لما يكون عندي فقد عظم كتير وشورت ليب حاله زي كده على طول اتوجه ناحيه الهايبريد بروثيزيس او الفيكس ديتاتشبل بروثيزيس. دي دلوقتي بقت سهله خالص في العمايل، يعني بقى حد يقدر يعمل. في عوامل انا ما اعمل بلاننج هحط امبلانت ولا مش هحط. الاورال هيجين، ودي صوره انا صورتها المريض للاسف في مصر عنده كالكولس على الزرع، ودي من النوادر الحقيقه اللي شفتها في حياتي. العيان لو مش هيقدر الشغل اللي انت عامله له ومش هيهتم بالاورال هيجين من فضلك ما تعملوش زرع، لانه هيوصلك للي انت شايفه ده، هيوصلك لمرحله ان انت يعني تتمنى ان انت كنتش هتعملها. ليه بقى؟ الوقت مع الوقت الالتهابات دي هتعمل له حاجه اسمها بيري امبلانتايتس وتوديني الامبلانت فيلير زي ما انتم شايفين كده. يبقى كل التعب اللي تعبته ده راح على الارض، يبقى يا اما العين يلتزم بالهيجين والا لو هيدفع لك حتى مليون جنيه ما تعملوش، انه في النهايه هيقعوا وهيجي يقول لك انت السبب، وانه هو اصلا غلطان وما بيمدش بفرشه فوق زي ما انتم شايفين كده بالظبط. يبقى لازم تغير ثقافه المريض، لان المريض المصري للاسف بيعتقد انه مجرد ما بيركب موضوع خلاص. لا ده لازم يكون في عنايه اكتر اكسترا كير. فزي ما انتم شايفين كده العين الاورا الهجين بتاعه وحش ما تعملوش امبلانت. في نقطه كمان مهمه جدا
حاجه اسمها مانديبلر ديفليكشن. والحقيقه يعني دي مهمه حتى في الاسنان او في الامبلانت على حد سواء. معظمنا لما بيجي له حاله فول ارش في العياده بيجري جري ويقوم عامل له فول ارش. وهنا انا هختص بالذكر في اللور ارش، اللور ارش، وهنتكلم دلوقتي اشمعنى اللور ارش. زي ما انتم عارفين از وان بيس، وان بيس ماسك من التي ام جي اليمين لحد التي ام جي الشمال، هورس شو. والعظم زي ما انتم عارفين في الاستيستي، الفيتال بون في شويه الاستيستي. والعلماء بعد ما قاسوا شويه، الجماعه لما جم يقيسوا قياسات معينه على البريشر لما بتحصل على المانجول اثناء الفانكشن، لانه بيحصل له حاجه اسمها ديفليكشن، بيفتح بشكل ما بجزء ما، طبعا ما بيفتحش سنتيمترات، ممكن يفتح مليمترات واقل من المليمترات. طيب الكلام ده يودينا لفين؟ لو انا جالي حاله لور ارش، سنان فيها بوظان وبتاع، وانا ببساطه قمت عامل له فول ارش مبدئيا كده علشان انزل الباث اوف انسرشن لكل العدد ده من السنان حته واحده، هضطر اقصر السنان لاقصر من ال 5 مللي اللي قلنا عليهم في الاول، يبقى انا فقدت ميزه الفريكشن ريتنشن. تاني حاجه بقى، انه لو انا حطيت له الهورس شو ده بقى اللي انا هعمله، البريدج الكبير اللي انا هحطه من 7 ل 7 ده، وبدا المندبل يتحرك حاجه بسيطه، ايه اللي هيجرى؟ البريدج ابسط حاجه هيطلع مكانه، او انه يكسر السنان ويطلع من مكانه برضه. طيب لو افترضنا بقى اللي تحت دي مش سنان، امبلانس، المصيبه اكبر، بيحصل فراكتشر للسكروز اللي شايله الابدنس. وبالتالي لو سمحت، لو جالك حاله لور ارش سنان او محتاج امبلانت، ما تعملش فول ارش وان بيس، جزقهم. هتجزقهم ازاي؟ على الدياجنوستيك كاست اللي قلنا عليه في الاول. قدامك هتحط الزرعات، هتشوف هحط زرعه هنا، بعدها هفوت مكان واحط زرعه هنا، ادي بريدج، وهكذا، دي زرعه وهفوت مكان واحط زرعه، ادي بريدج، اقسمه عشان ما يحصلش عندي المشكله اللي احنا عارفينها زي الشكل ده كده، اقسمه. اهو دي حاله مثلا خطا، ده مجرد ما العين هيبتدي ياكل والمندبل يحصل له ديفليكشن هيجرى ايه؟ تك، هتكسر. اجزق اللي انا بعمله كسر اهو، زي ما انتم شايفين في حاله كانت معموله وان بيس بريدج على زرعات، والعين طبعا مع الوقت تك اتكسر. حاجه اخيره مهمه جدا، الاول ان فور، ودول كلكم طبعا بتسمعوا عنه، هو طبعا بيتعمل هايبر بروثيزيس فيكسد ديتاتشبل زي اللي قلناها في الاول، ولكن انا بتكلم على الفكره لانه كتير مننا يسمع عنها او يسمع على كورسات فيها وما يعرفش هي عباره عن ايه. الجماعه كانوا اخترعوا بره، قال لك انا ممكن اعمل اربع زراعات بانجوليشن معين هنتكلم عليه دلوقتي، واعمل عليها فول ارش سيت اوف تيث. طيب ايه الشكل المعين بقى اللي كانوا بيعملوها بيه؟ قال لك في الابر عندي ثلاث اشكال، هم كلهم اسمهم اولين فور عشان بس ما نتلخبطش، كل دول اولين فور. انا بكلمكم على اشكال عشان لو شفتوا حاجات مختلفه ما تقولش ان ده اولين فور وده حاجه ثانيه. الشكل الاولاني هنلاقي ايه؟ التو ميدل امبلانس، الانتيرير تو ميدل امبلانس ستريت. الديستال امبلانس زي ما انتم شايفين كده مايلين فين؟ ميزيل. الايبكس بتاعهم مايل ميزيل. طيب الناس المناصرين للنظريه دي لما تيجي تسالهم تقول لهم طب انتوا عملتوا ده كده ليه؟ يقول لك اه لسببين. الاولاني ان احنا نفادي الفيتال ستراكشر اللي هو مين؟ الساينس. لو هنلاحظ هنلاقي ان احنا بعدنا عن الساينس فوق اهو. طيب يا سيدي، والسبب الثاني قال لك ان احنا هنطلع بالكراون مور بوستيرير، مور بوستيرير، فهكسب ايه بسبريد اللي قلت لكم عليه في الاول، وارجع اقدر ارجع ورا بكانتليفر احسن. دي النظريه اللي هم الناس المناصرين لوجهه نظر الاولين فوق. وطبعا الكلام ده ابليكابل في الاتجاه العكسي في اللور، اللي بنعمل التو انتيرير امبلانتس ستريت، والتو ديستال امبلانت مايلين فين؟ ميزيال برضه، وتحت طبعا حجتهم الانفيريور الفيرال نيرف، ويطلع برضه بالكراون فين؟ زي ما انتم شايفين كده مور بوستيرير. طيب هي واحد يقول لي الله هو الكراون ده كده هيطلع عدل ازاي؟ اقول لك هنستخدم حاجه اسمها مالتي يونت اباتمنت، ودي حاجه الانجيليشن بتاعها اكتر من الانجل ده اباتمنت، بتبقى حوالي 45 درجه على الاقل. طبعا ده فيري هيفي ستريسز، لانه ده انيفيتابل مش هنقدر نتجنبه، العين هيمضغ يعني هيمضغ. انا من وجهه نظري ان انا ما بفضلش استخدمه، ولكنه تكنيك مطروح وفي بعض الناس بتستخدمه.
انا شرحته لكم من وجهه نظر الناس المناصرين والناس اللي مش مناصرين ليه. طيب الشكل الاولاني ده هو الكونفنشنال اللي هنشوفه في معظم الحالات. هل في اخترع منه اشكال اخرى؟ اه، قال لك ممكن نعمل كل الزرعات مايله، الاثنين الانتيريور مايلين، الايبكس بتاعهم مايل ديستال، والتو ديستال امبلانت هم الاثنين الاخرانيين الايبكس بتاعهم مايل ميزيال، بحيث يقابلوا بعض بشكل زي الثمانيه بالعربي كده. ده اسمه ام 4 كونفيجريشن، هو شكل من اشكال الاول ام 4 تكنيك، ذا سيم يعني، هو هو، ولكن زي ما قلت لكم اختراع اخر. طبعا انا بخمن انه تجاره، لانه عشان خاطر الناس تستخدم، اتفقنا انه بنستخدم مالتي يونت ابارتمنت في الزراعات اللي هي المايله، فهم مايلون كلهم، يبقى احنا نستخدم اربعه مالتي يونت ابارتمنت بدل اثنين. الشكل الاخير الفي 4 كونفيجريشن، كلهم كل الزراعات الايبكس بتاعها مايل ناحيه الميد لاين، ده اسمه في 4 كونفيجريشن، كل دول اسمهم اون ام 4 تكنيك. ودي كان اخر حاجه اقولها لكم. انا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده في المحاضره الافتتاحيه، وطبعا هم انا يعني انا برضو كنت قلت خليها تيجي فيا، انا لو في اي عيوب او اي انكونفينينس في التجربه تيجي فيا مش مهم، عشان ان شاء الله نتفاداها الفتره اللي جايه. وارجو ان كلكم تكونوا يعني انبسطتوا وسعدتوا بالمحاضره. احنا اظن قدامنا دقائق، اللي محتاج يسال سؤال يتفضل يقول لي، وانا طبعا ابقى مبسوط ان انا ارد عليه. طب من فضلكم بس اللي ليه سؤال يرفع ايده عشان اعمل ليه انميوت. الو، اتفضل. الو، اتفضل. معاك الدكتور هشام عاشور. اهلا دكتور، اهلا بيك. انا بس كنت عايز اسال بالنسبه لل اللي هو انت كنت عامل اللي هو البولن سوكت، وكنت اعمل له ديستال اكستنشن، فمش عارف الديستال اكستنشن ما يعملش سلوجنج للامبلانت اللي هو التو امبلانت الموجودين، وخصوصا ان هم تو امبلانت. انا عارف انك انت هنا في الحاله دي احنا معتمدين على التشو وعلى الامبلانت في نفس الوقت عشان نوزع الفورس بتاعنا، بس في حاله البار اللي موجود، البار الموجود ما اعرفش هو كونكشن بين البولن سوكت اند بار كونكشن. يعني عاده اللي انا اعرفه ان احنا لما بنيجي نعمل البار بنعمله على فور امبلانت، اما بنيجي نعمل لا. ممكن على تو امبلانت عادي جدا، مفيش اي مشكله. اما ده يعني اما بنيجي نعمل بار، انما البولن سوكت بنعملها تو امبلانت، وبيكون لها بول زي ما يعني حضرتك قلت، لها بول ولها سوكت، فبيدخل بال يعني كليبنج على البول والسوكت نفسه. فما اعرفش يعني انت ليه، او يعني كان في كومباينيشن بين البار كونكشن وبين البول اند سوكت. لا، وهل الديستال اكستنشن اللي موجود ده ملوش اي ديس ادفانتج مثلا في المستقبل خالص؟ لو مشينا حسابيا، زي ما قلت لك في حزبه كارل مش اللي هي مره ونص، اللي هو الاي بي سبريد، ما اعرفش حضرتك لحقتها ولا لا. يعني نوعا ما انا هي كده. في حزبه انا كنت قايلها قبلها على طول، يمكن حضرتك جيت في النقطه اللي بعدها. في حزبه احنا حاسبينها، في يا ريت هقدر ارجع لها دلوقتي اوريها لك على الشاشه سريعا. كان كارل مش حاسب حزبه كده. انا افتكرت، لا موجوده. اللي هي الاكستنشن اظن 4 مللي تقريبا او حاجه كده، مره ونص. مره ونص. ايوه الديستنس بتوين. ايوه قدامك على الشاشه. انا هرجع لورا مره ونص قد الخط الاحمر ده. مره ونص قد الخط الاحمر ده، دي حسابيا بتحسبها على الكاست قبل ما تشتغل، وده ملوش تاثير كومبينيشن ما بين ال اتفضل. ملوش تاثير بالنسبه للامبلانت، السيرفيس اريا بتاع الامبلانت، نختار امبلانت اكبر، نختار الماكسيمم امبلانت يعني اللي انا برضه انا قلته في المحاضره لو حضرتك متابعني. انا لازم استهدف في جميع الاحوال. انا بتكلم على الحاله دي بالذات، يعني الحالات اللي هي اللي موجوده دي بالذات، اللي هي الاكستنشن اللي هي البولن سوكت او البار كونكشن يعني.
لا هو البولن سوكت كده كده هو تيشو تيشو الاثنين ميكوزا تيشو بور. و اه تيشو وامبلنت ميكوزا بور ما هو في الموستلي ميكوزا بور. انما البار خلاص انا البار ما انا عندي جسم صلب رابط اللي عامل سبلنتنج للذراعتين او للثلاثه او الاربعه مع بعض. قلت لي انا ما بخافش من حاجه حتى لو رجعت ورا كانت ليفر مره ونص قد الخط اللي احنا قلنا عليه ده. طيب ما مش ممكن مثلا نستعمل مع البار ده الماتريكس بدل ما نعتمد على البولن سوكت في ماتريكس بتحط مع الفكره دلوقتي حضرتك ممكن نعمل سيرفيس بتاع الدنشن دلوقتي بنقدر نعمل اثنين في واحد بنعمل بار وطالع منه بولن سوكت زياده في الاتاتش ده الجديد. ده محاضره منفصله هبقولها لكم تاني ان شاء الله عن البروثيتيك اوبشنز بقى. لكن دلوقتي بيتعمل بارز فوقيها زي ما حضرتك شفت في اول طالع منها بقى دلوقتي كمان البولن سوكت بيتفك وتركب وتشيل البولن سوكت وتحط لوكيتر او اكويتر او وات ايفر. دلوقتي الموضوع تطور كمان ده دي يمكن صوره مبسطه. البار يتحمل انك تحط عليه بولن سوكت عشان يزود الاتاتشمنت او انك تعمل كليب زي ما تحب ما فيش مشكله تنصح. بل بالعكس لما تحط كذا بول على البار احسن من الكليب. انا بوزع على سيرفيس اريا اكتر. بالظبط. شكرا يا دكتور. عفوا دكتور هشام. الله يخليك ويبارك فيك. دكتور مراد كان المفروض لي سؤال. ايه يا دكتور؟ اتفضل. حضرتك في طبعا شكرا جدا على المحاضره، المحاضره تحفه وفيها تريكات عاليه جدا جدا عجباني جدا. ربنا يبارك. انا بس في سؤال يعني لفت انتباهي كده ان حضرتك في الصوره بتاعت الريدج سبريتنج اللي هي اللور ارش ان حضرتك بتقول ما نعملش فول ارش يعني حته واحده. لفت انتباهي ان قلت حضرتك ان السكرو بتاع الابطمنت هيتكسر ولقيت حضرتك مطلع الجزء المكسور. هو حضرتك طلعت الجزء المكسور ده ازاي؟ يعني انا شايف ان دي حته صعبه جدا. في ريسكيو كيت بيتباع في بعض الشركات بتقدر تطلع منه لو لا قدر الله وشكلها حصلت معاك. حصلت حقيقه. بيبقى معاهم كيت معين بيخش جوه الامبلانت بشكل معين جوه الفيكتشر يعني يفك يعمل انواين يفك انسكرو للجزء المكسور ويطلعه. الكيت ده موجود في كل الشركات ولا بس شركات معينه؟ في الاغلب 60% منهم موجود عندهم. تمام شكرا يا دكتور. شكرا. لا عفوا عفوا حبيبي. حد له اسئله تاني؟ دكتوره هبه يوسف. دكتوره هبه. دكتوره هبه يوسف. ايوه اتفضلي. اهلا دكتوره هبه. شكرا لحضرتك طبعا المحاضره يعني ممتازه جدا وضافت لنا كتير الحقيقه يعني. انا بس كان سؤالي في الانتيرو بوتيرور ديسبيسمنت حضرتك اتكلمت على الشيب بتاع الارش وقلنا ان المسافه بتوين يعني تو لوت تيث هي اللي هتحدد لنا هنعمل السبريدنج ازاي. سؤالي هنا بقى ايوه السلايد هل انا ممكن يعني ازود انا الكيرف ده كبون كرافت كاي يعني باي طريقه بحيث ان انا اتحايل على الكيرف الصغير بتاع اللونجر انتيرو بوستيرور ده اللي هو التيبرد ارش يعني؟ طيب بس عشان اكون واضح الكيرف ده هو شكل الارش مش انا اللي عامله. انا فاهم. هتتحايلي عليه ازاي بقى؟ احنا بنتكلم فرضا انه سير السنان دي كده لو انا كلامي مش مفهوم يمكن الشريحه اللي وصلت لك المفهوم ده. لو انت بصيتي على نفس اللي انا عامله ده وشايفه الارش نفس الشكل ده بس شيلي منه السنان. هو ده كده شكل الارش. هتحايل عليه ازاي بقى؟ بالبون جرافت؟ لا. طب ما انا ارجع بالزراعات لورا. ده اللي انا قلته. مش انا لو رجعت بالزراعات لورا هكسب كانتيليفر وراها احسن؟ ايوه في الارش خلاص. إيه ايوه انا متخيله ان انا تمام كده انا تمام فهمت. شكرا لحضرتك. معناه اهلا وسهلا. any other questions؟ يا دكتور في حد ثاني مهتم يسال؟ دكتور وليد يا فندم. اتفضل دكتور وليد. هو حضرتك ليه مش مع فكره الاولم 4؟ لانه اللود على المالتي يونت اباتمنت هيبقى انيفيتبل مش هتقدر تتجنبه مش هتقدر تريليف
كونتينيوس لود وهيفي لود. انت عارف طبعا معرفش المعلومه دي عند الناس ولا لا، الكسب الواحد من سنانه الطبيعيه بيدي لود ما يقارب 70 كيلو. طيب. يعني تمام، هيفي فيري هيفي لودز على مالتي يونت ابارتمنت، يعني الانجل ده ابارتمنت عشان تطلع معدوله. وانا هجيب لك السلايد عشان برضو تبقى معايا على في نفس الفكره اللي انا قصدي عليها. علشان اطلع بيه زي ما انت شايف كده، عشان اطلع بالكراون عدل ستريت وبوق المريض والزرعه مايله بالشكل ده، شوف تخيل بستخدم انجيوليشن قد ايه، نتكلم في 45 درجه زي ما قلت لك. كويس، بس حضرتك بس يا دكتور برضو ما هي حلت في نفس الوقت حلت مشكله كبيره. الانجيوليشن اللي حضرتك معترض عليه دوت هو نفسه اللي حل المشكله. حلو، وبقى هو مشكله بعد كده. طب المالتي يونت ابارتمنت ايه بعد كده تبقى مشكلتها ايه؟ انا مزود زود السيرفس، ما انا حضرتك انا زودت السيرفس اريا بتاعه الامبلانت بان انا عملته انجيوليتد. انا زودت السيرفس اريا بتاعته ازاي؟ مش انا بقى خليته عملت الانجوليشن اللي هي بتاعه الاولون فور دي، انا مش حاطط الامبلانت ستريت. انا بس عشان نتفق على نقطه. تمام، الدايمتر بتاع الامبلانت ثابت والاوستيو انتجريشن اللي حواليه ثابت. هو دي حلت لي مشكله، ما حضرتك دي حلت لي مشكله ان انا اكون قريب من ساينس، قريب من حاجه عشان ما الجاش للبون جرافت كتير، فعملت الانجوليشن عملت الانجوليشن دوت عشان ما الجاش لحاجات تانية. لا، في بدايل، في حاجه اسمها اكسترا شورت امبلانس موجوده دلوقتي متوفره وزي الفل. تمام، يعني حضرتك دايمتر 6 حضرتك ستة. تفضل الاكسترا شورت امبلانت عن الاولم 4. طبعا لو انا عندي مشكله في الساينس. تمام، يعني لو عندي مشكله في النيرف. لا يعني النتائج هنا احسن من هنا. انا بفضلها في اللونجيفيتي، انا بفضلها. تمام تمام يا دكتور، تمام يا دكتور، شكرا. ومتشكرين. تمام يا فندم. في العلم مفيش وجهه نظر واحده صح. ما هي الفكره يا دكتور قمر، عايز اقول يعني الحته دي او الاولم فور دي ما طلعتش كده برضو، فاكيد اكيد صح. ناس بتدعم الفكره دي. انت لو تابعتني في المحاضره تلاقيني بقول لك ايه، بقول لك اللي معاها قالوا كذا واللي ضدها قالوا كذا. تمام كل ان انا ضدها خلاص، انما معنى انها كده تبقى وحشه لا يا سيدي، لا خالص من وجهه نظري انا. تمام يا دكتور، تمام تمام تمام. لا متشكرين لحضرتك جدا يا دكتور، وربنا يبارك فيك، محاضره ممتازه وربنا يخليك دايما وتفضل معانا على طول باستمرار. ربنا يعزك، انا عينيا ليك. ربنا يخليك يا حبيبي، تسلم يا دكتور، تسلم. اتفضل يا باشا. Any questions؟ في حد طالب اول سلايد بتاعت الدياجنوستيك كاست؟ هو انا قلتها في السكه بس ما فيش مشكله. كنا بنتكلم على اهميه الدياجنوستيك كاست في شغلنا. حاول اجيبها لكم كده سريعا. انا هنا كنت بتكلم على انه الدياجنوستيك كاست مهم في ايه. انا اقدر اعرف منه الميزوديستال ده مثلا، انا لما العيان يجي لي قلنا ان احنا هنعمل له مقاسات فوق وتحت وبايت نحطهم على الارتكليتر، علشان في النهايه اقدر اتعامل مع اللي انا شايفه ده وعامل بلاننج ازاي. الميزوديستال ده مثلا اقدر اقيسه ولا ما اقدرش؟ اقدر، وبالتالي نقدر نحسب حسبه الامبلانت والسنه ملي ونص، والامبلانت 3 مللي. طب احسبها ازاي اذا كانش عندي بيز؟ عندي كاست قدامي واقيسه. الاوكلوزال هايت سبيس او كراون هايت سبيس اللي قلنا عليه 5 مللي ل 8 مللي في البوستيرير و10 ل 12 مللي 12 مللي متر في الانتيرير، هعرفهم ازاي؟ من الكاست زي ما انتم شايفين في السلايد قدامنا. وبالتالي وتوزيعه الارش لما اجي اتكلمت على الاي بي سبريد وقلنا نحط الامبلانت فين عشان نرجع ورا قد ايه، هعرفها منين؟ برضه من الكاست زي ما انتم شايفين. اذا الدياجنوستيك كاست عندي هو نمبر 1 قبل ما اعمل اي حاجه خالص، اخد مقاسات واعمل بايت واحطها على الارتكليتر. في اي اسئله تانية؟ طب يا جماعه والله انا اتبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده، وطبعا في تواصل ممكن حتى عن طريق الصوت يا شباب، احمد عبد الواحد شعبان هتلاقوه على الفيسبوك باسمي بالكامل احمد عبد الواحد شعبان، وعليها صورتي طبعا. برد على كل الرسائل اللي بتجيني، مفيش اي مشكله خالص، او على صفحه الجمعيه Egyptian Association of Prosthetic and Restorative Dentistry، الاسم اللي موجود ده، هي الصوره طبعا اتغيرت دلوقتي بس هو الاسم ده هو نفس الاسم،
وده لوجو الجمعية. دي استشارات لأي حد محتاج أي حاجة في مجال البروثيزيس أو الإمبلانس. طبعا احنا مش هنتأخر عنه. ومتشكر لكم جدا يا جماعة وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله دعواتكم لينا ان شاء الله. اتفضلي. دكتور احمد سماني. دكتور اماني ازيك؟ الحمد لله الحمد لله. انا قاعدة مستمتعة اول مرة اسمع محاضرة بقى. انت عارفة مبقاش اسمع حاجة. ربنا يبارك فيك. لا بجد جميل ما شاء الله. وعايز اشكرك جدا 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 على تعبك معانا. والدكتور احمد يا جماعة هو اللي مسهل معانا الشغل. يا شباب اللي فتح الصوت يقفله. حابب بس اشكرك انك نظمت معايا الشغل كله ما شاء الله عليك وعلى الشغل بتاع حضرتك ومع الجمعيه. ودلوقتي انا شفت من شويه الدكتور هشام عاشور دخل معانا مداخله. نورت يا دكتور هشام. حضرتك مش عارف دكتور احمد اكيد ما تعرفوش. دكتور هشام هو اللي مؤسس المركز اصلا. والله تمام تمام. هو اساس المركز هو اللي عمل المركز. كان نفسي تكون المحاضره في المركز وكلنا نكون حاضرين بس يلا بقى الظروف كده. بنعوضها بنعوضها. شكرا دكتور امان يعني عوض. الله يخليك. وانا يعني فعلا متشرف دكتور احمد. ربنا يبارك. محاضره جميله فعلا يعني. اهم حاجه انها محاضره كلينيكال يعني ما بنتكلمش ثيوريتيكال على لا حاجه. احنا ان شاء الله كل يعني دكتور. انا ملاحظ ان يعني فعلا حاجه اكسبيرينس يعني بتكلم الاكسبيرينس بتاعتك ودي اهم حاجه. ما جبت الناس جداول ما جبت الناس يعني الحاجات المملة اللي بتيجي ديت. لا لا وزمايلنا يعني ان شاء الله كل محاضرات كلينيكال. دكتور احمد بركات الله يبقى كده ان شاء الله. الله ما شاء الله. الله يخليك. دكتور احمد مش اول مره يقول معانا محاضرات يا دكتور هشام. ده انا شرف لي ان انا اكون اول مره اسمع دكتور احمد يعني. شرف لي. شرفتنا يا دكتور هشام. شرفتنا يا دكتور احمد. شكرا. ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هنكمل يا جماعه بكرة وبعده الساعة 9 وعندنا كمان 4 وخميس إن شاء الله. هنأجز بس حد واثنين عشان الأعياد وعشان شم النسيم. وكل سنة وانتم طيبين. بعد شم النسيم جايب لهم الهدية بقى هديتين الدكتور وليد عباس ودكتور أحمد بركات طبعا. يعني. مش أي هدايا دي يا دكتور عشان يعيد. لا هدايا ما شاء الله عليها يعني. ربنا يبارك فيك يا دكتور. إن شاء الله في رمضان برضو دكتور أحمد مع بعض. ان شاء الله انا ناوي هنعمل حاجه بس لما نخلص دي بس كده ان شاء الله. نخلص المجموعه الثانيه في رمضان ونرجع تاني. نعمل في رمضان. نعمل في رمضان كويس باذن الله. معانا الدكتور عبير عبد اللطيف والدكتور شازا حماد في رمضان ان شاء الله. لا وهيبقى في معانا كمان اجانب. انا بدات اتواصل معاهم. يا دكتور احمد التقل جاي. ماشي يا ريس. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. دكتور احمد شكرا. شكرا دكتور اماني. ان شاء الله نكمل على خير يا رب. دكتور احمد شكرا. دكتور احمد شكرا. دكتور اماني العافيه دكتور.